ذلك الصرح الشامخ الذي بناه المصريون بسواعد قوية وعزيمة لا تلين لحماية مصر من ويلات الفيضانات والجفاف. عام 1960 اتخذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قرارا شجاعا ببناء السد العالي في أقصى جنوب مصر، رغم العقبات التي واجهها بعد وضع البنك الدولي شروطا مكحفة لتمويله. ورغم ذلك لم يتوقف التفكير، وأثمر التعاون المصري مع الاتحاد السوفيتي عن تأمين المبالغ المطلوبة لإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من السد. وفي منتصف مايو عام 1964 تم تغيير مسار مياه نهر النيل إلى قناة التحويل والأنفاق وتخزين المياه بالبحيرة الصناعية خلف السد. وفي المرحلة الثانية تم الاستمرار في بناء جسم السد حتى نهايته وإتمام بناء محطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء. الشرارة الأولى انطلقت من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967، وفي منتصف يوليو عام 1970 اكتمل صرح المشروع قبل أن يتم افتتاحه رسميا في منتصف يناير عام 1971. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه. ومع كل التحديات والعقبات التي واجهت بناء السد العالي، أثبت المصري معدنه الأصيل وتفرده بتخطي الصعاب وإصرار على إنجاز المستحيلات. يقف التاريخ طويلا أمام سواعد المصريين التي أنبأت عن إرادة قوية، وبقيت الأجيال المتعاقبة مدينة لها بأحد أهم المشروعات التنموية في القرن العشرين.